ثلاث حاجات يخلوا الخطوبة وحشة. أول حاجة الغيرة المتطرفة أو الأنانية. لو أنت إنسان أناني أو أنت إنسانة أنانية، يعني بقول لك مش هينفع تكون بيت كويس، لأن الزواج قايم على نحن مش قايم على أنا. عارفين الحكاية اللي بتسمعوها كتير، يقول لك شوف ولادك عملوا إيه. ولادك يعني هو جابهم لوحده؟ يعني إيه ولادك؟ فأول حاجة تضيع فترة الخطوبة الأنانية والسيطرة، وكأن الخطوبة شكل من أشكال تقييد الآخر، تقييده في حريته، وكأن التقييد ده هو يزداد لغاية ما الإنسان تقريبا يفقد إنسانيته. إيه ده؟ هو ده هيكون بيت؟ الغيرة والأنانية ده أول ضعف. الضعف الثاني الماضي بقى، كل واحد يكشف ضعفات الماضي، وضعفات الماضي بأي صورة من الصور وبدون حكمة وبأي كلام، تكون النتيجة ان كل واحد يكون متخوف من التاني. كل حاجة بحساب وبمشورة، وخد مشورة وخدي مشورة اب الاعتراف او المرشد الروحي او مشورة البيت، بابا وماما المشورة، او اخ كبير او اخت كبيرة. المهم الانسان لازم يكون حكيم في الكلمة اللي هيقولها، واعرف ان الماضي له تأثيره، لكن علاقتنا ابتدت من النهاردة. الماضي اي ماضي عند اي واحد فينا له تأثيره، لكن العلاقة ابتدت من النهاردة، فكون حكيم في الحتة دي. الحاجة التالتة اللي بتفسد الخطوبة، قلت لك الأنانية والغيرة، ونمرة اتنين الماضي بكل اتباعه، نمرة تلاتة الأمور المادية. والأمور المادية لما تدخل في العلاقات غالبا بتفسدها. الأمور المادية لازم نكون حكماء فيها. مثلا في زمن زي الزمن بتاعنا ده أسعار الذهب فوق خالص، زمن في أزمة، في حرب في العالم، في أزمة اقتصادية العالم بينادي بيها، في احتياج لكل بيت النهاردة عمليات الترشيد، يعني شوية الرز وشوية القمح لازم نرشدهم، لأن في أوقات هتيجي هتبقى الحاجات دي مش موجودة. انتبه. شوية النور وشوية الطاقة، شوية المية، جودة الهواء اللي بنشمه، كل دي مسؤولية كبيرة علينا خالص. الماديات تفسد، ولكن الإنسان الناصح يبقى عارف أنه بيتصرف بحكمة في القروش اللي وياه، بحكمة بالغة، وما بيبقاش متعنت أمام الطرف الآخر.